مفروض ان فاق الدنيا مش ريشه في هواك. عشان تعيش وسط البشر لازم عقلك يكون اجزاء، جزء بيتحمل ضغط الواقع ما يبينش اي استياء، وجزء رافض انه يفارق فتفارق دون اتفاق. فبعجز في العشرين فاكون مريض نفسي، بتعجز على الكافيين فيكون مفيش جنبي غير افكار وحوش في دماغي وغير اطياف.